في السياق أيضا نددت رئاسة الجمهورية بتوجه ميليشيا الحوثي الانقلابية لإصدار قرار بتعديلات على قانون السلطة القضائية، ووصفت ذلك بالانتهاك الجسيم والصارخ لاستقلالية القضاء وحياديته. وقال مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية إن تزامن هذه الإجراءات المدمرة لما تبقى من مؤسسات الدولة مع ذكرى ثورة 26 من سبتمبر هو إمعان في تحدي إرادة الشعب اليمني الذي قدم كل التضحيات دفاعا عن النظام الجمهوري ومكتسباته الوطنية ورفض النظام الإمامي الكهنوتي إلى الأبد. المصدر الرئاسي قال إن ميليشيا الحوثي تريد من هذه الإجراءات تعزيز هيمنة فئة معينة من أتباعها على المؤسسات المغتصبة وفي المقدمة السلطة القضائية من خلال حصر التعيين على خريجي الحوزات والموالين لمشروعها الطائفي الهدام لتنفيذ أجندتها وتحويل القضاء إلى وسيلة ابتزاز وإرهاب خصومها الرافضين لمشروعها الانقلابي. وشدد المصدر على رفض هذه الخطوة الاستفزازية والتأكيد على عدم مشروعيتها كونها صادرة عن ميليشيا إجرامية انقلابية لا تملك أي صفة قانونية على السلطة القضائية المستقلة. حول هذا الموضوع ينضم إلينا رئيس دائرة حقوق الإنسان والمنظمات برئاسة الجمهورية سيد علي هزازي. أهلا وسهلا بك معنا سيد هزازي. إذن كيف تقرأ دلالات هذا التوقيت من قبل ميليشيا الحوثي لإصدار هذه التعديلات؟ أهلا وسهلا بكم وبجميع مشاهدي قناة يمن شباب. أهلا وسهلا. مثل هذه التصرفات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي هي ليست مستغربة على جماعة ميليشياوية إرهابية تحاول تغيير النسيج الاجتماعي وتحاول أيضا تجريف كل شيء في هذا البلد لصالح مجموعة من الناس ولصالح أيضا هذه الجماعة، لكن لم يكن أحد يتصور أن يصل بهم العبث إلى المؤسسة القضائية وبهذه الكيفية التي تحاول اليوم تخرج في إطار ما يسمى بقانون تعديل السلطة القضائية، وهو قانون أيضا هدم السلطة القضائية. يا عزيزتي، ليس مستغربا على جماعة حاكمة وأصدرت أحكام سياسية بالإعدام على ناس بمجرد اختلافهم بالرأي أو أحيانا بمجرد تهم كيدية لا أدلة عليها. مثل هذه الجماعة ساجرة في غيها، مثل هذه الجماعة يمكن أن يصدر منها الكثير من الأعمال التي من شأنها هدم القضاء وهدم مؤسسة القضاء وهدم أيضا بقية أجهزة الدولة، ولم يعد هناك شيء في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي. حولت الجيش وحولت القضاء وحولت مؤسسات الدولة ودمرت التعليم، وها هي اليوم أيضا كل يوم تبتكر شيء جديد من شأن هذا الشيء هدم ما تبقى من رمزية لسلطات الدولة، حتى وإن كانت هذه الرمزيات بسيطة جدا. نحن على أعتاب اليوم ذكرى 26 من سبتمبر المجيدة، وهي تحاول إفراغ هذه الثورة من كل محتوياتها ومكتسباتها بما فيها هدم السلطة القضائية وإحلال عناصرها أو العناصر التابعة لها. لم تكتفي بالمعهد العالي للقضاء وسيطرتها على المعهد العالي للقضاء وتعيين القضاء وقوائم كشوفات من منتسبيها، ولكنها تحاول اليوم أن تحول حتى أولئك الذين لا يملكون شهادات علمية أو خريجين من المعهد العالي للقضاء. أيضا هي تستهدف حتى المحاماة. اليوم وفق هذا التعديل يحق لأي قاضي أن يوقف المحامي ليس فقط أمامه من الترافع، ولكن أمام حتى المحاكم الأخرى بتهمة كيدية. يتذرعون إذا تقدم برفع كيدي. تقدير مسألة الكيدية هنا يعود للقاضي، وبالتالي القاضي يعطى صلاحية، سيكون الخصم والحكم أمام ما يسمى بالقضاء الواقف وهو المحاماة. تعيين أيضا قضاة من خارج تلك القضاء، من خارج تلك القانون،
هذه جريمة وتجريف كبير، يجب أن يقف المجتمع اليوم كله متضافر ومتعاون، لأنها لا تمس فرد ولا تمس جماعة ولا تمس أحد بعينه، ولكنها تمس نسيجنا المجتمعي وتمس أجيالنا القادمة وتمس العدالة في صميمها. نعم، وصلت الصورة. أن تشارل مرة عندما انتهت الحرب العالمية سأل سؤال عن القضاء، قالوا القضاء بخير، قال إذا فبريطانيا بخير. أي بلد يكون قضاء فيه تماسك واستقلالية معناه أنه الوضع لهذا البلد يبشر بخير، لكن عندما يهدم القضاء تهدم كل الآمال التي يمكن أن يتطلع إليها الناس، وخاصة قيمة العدالة ورمزيتها وقيمتها الكبيرة حقوق. جدا في حفظ حقوق الناس وفي حفظ أيضا ممتلكاتهم. رئيس دائرة حقوق الإنسان والمنظمات برئاسة الجمهورية السيد علي هزازي، شكرا جزيلا لك.